ولذلك السلف يقول عمر: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فسياسة النفس لا بد منها، وأن يعامل الإنسان نفسه معاملة منضبطة وفق برنامج لا بد منه، لا بد. وانت لما تقرأ سير السلف تجدهم منهم لهم سياسة معينة تجاه نفوسهم. الشيخ السامي مثلا يقول في المجاهدة النفس، يقول: فإن أبت عاقبها بالصوم، فإن أبت عاقبها بالصوم وترك ما تهواه مثل النوم. عقاب، يعني يعاقب نفسه. وكان واحد منهم خارج للجهاد، كان أعد عدته للجهاد ثم رجع إلى بيته بعدته. تقول: لحرمت أنت، كنت تخرج تجاهد، فما الذي أعادك؟ قال: رأيت نفسي فرحة مستبشرة نشطة مسرورة، ولولا أن لها حظا في هذا الخروج ذا لما فرحت، فأردت أن أذلها، أعاكس هواها.